على مدى يومين هناك تنظيم الملتقى الجهوي للتعاونيات والاقتصاد الاجتماعي اللي كتنظم الغرفة مع جميع الشركاء المحليين والجهويين. هذا الصباح في إطار هذا النشاط عرف الجلسة الافتتاحية الذي حضرتها السيدة كاتبة الدولة في الاقتصاد في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بطبيعة الحال إضافة إلى كل الشركاء من جماعات ترابية وغرف مهنية ومصالح خارجية مختصة في المجال ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني. إذا الأهداف من هذا اللقاء أولا هو التواصل مع التعاونيات ومع الفاعلين على مستوى الاقتصاد الاجتماعي، وكذلك العمل على مؤسسة واحد الهيئة اللي غتجمع جميع المتدخلين والفاعلين باش يشتغلوا في برنامج مشترك مستقبلي. الهدف منه هو دعم التشغيل، دعم التعاونيات، دعم الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتنمية ديال المنتوجات ديالهم ومساعدتهم في الجوانب المختلفة اللي كتنقصهم من تسويق وتواصل وجودة إلى غير ذلك. فبالتالي اللقاء يمتد على يومين، فيه اليوم فيه المداخلات العلمية، وغدا إن شاء الله سيخصصوا للتكوين خاصة في الجوانب ديال النقص ديال التعاونيات واللي مرتبطة كما قلت بالشق ديال التسويق وشق ديال الجودة ديال المنتوجات والتواصل إلى غير ذلك من القضايا. وشكرا.